حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء. ونتسهل عليك بعد أكثر، هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك ونصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. أوتو فوكس بحلقة جديدة وسيارة جديدة دايماً مع AMB وكلاء مازدا بلبنان. معنا دايماً اللي جربنا مستر توني عبدو مدير مبيعات بشركة أمبو خاطر. توني كيفك؟ تمام جورج، مرة جديدة معكم الحمد لله على السلامة. عم صار معكم هون وبينتوا انه تقدروا تخطوا عن جد كل الصعوبات مهما بلغت قسوتها الحمد لله اللي صار بالشركة ولا كان صار شيء. هذا هذا الكلتشر اللي عم بيصير عند بخاطر، هيدي التربية اللي عم نتربيها دائما نحن، بمعنى انه نحن شباب دائما جاهزين، دائما بوزيتيف، دائما بنفكر لقدام شو ما صار، ما بنفكر لورا. صار اللي صار معنا، صارت الحريق نسينا الحريق، بلشنا دغري شغل لقدام. ثاني نهار على بكره كان الشغل ماشي وكان كل شيء تمام. انا بقول للشباب اللي اشتغلوا عند باتيم اللي هن كانوا على الارض بشكل مش طبيعي، صدقني جورج كانه الشركه لقالهم عم تكون، وهذا الشعور لهذا هي اللويالتي اللي عم تكون عند الشباب عندنا بالشركه اللي عم تخلي الشركه تطلع اكثر واكثر. عم تطبقوا شعاركم اللي هو enjoy moving forward. لو شو ما صار انتوا دائما الى حتى بالحريق كانوا الشباب they are enjoying انه هن عم يعملوا شيء، عم بخلصوا شيء، عم يقدروا يعملوا شيء لحتى يقدروا يفيدوا هالشركه اكثر واكثر. ثاني نهار كنتوا على 7:30 عم تستقبلوا زبونات عم نستقبل زبونات طبيعي ولا كانه صار شيء؟ ومش بس هيك، عم نستقبل زبونات وكل الزبونات اللي عم نسلم اون تايم، وعم نرجع نعول على الشخص اللي تأذى معنا بطريقه كثير سريعه. ويعني هذه الشغله اللي هدفنا الوحيد قبل ما نفكر بغير شيء ثاني. توني اليوم بدنا نضوي على طراز اذا بدك الاودوغان بالشركه اللي هي المازدا سي اكس 9، هالاس يو في الرائع اللي عم تشوفه امامنا، يعني شكلا واكيد مضمونا طبيعي. جورج هيدي السي اكس 9 هي مش لانه مازدا وعم نقول سياره حلوه، لانه مازدا ونحن بنشتغل بمازدا، هي السياره على الطريق عم تلفت النظر، هي السياره الوحيده اللوكس اللي عم بتكون بهالاس يو في بهالكاتيجوري هيدي، عم تمرق بتحس حالك انت لما تشتريها عم تشوف بحالك انه انا شاري السياره دافع حقها مصاري والعالم عم تعجب العالم عم تلفت النظر، واحد هيدا البلاجر طبعا. وبالنسبه لحجمها بالنسبه لفخامتها السعر أكيد. اليوم السي اكس 9 يعتبر منافس جدا بالسوق، خاصه عم ناخذ اليوم سياره يابانيه 100% وبمواصفات خيالية جدا. توني رح انتقل لداخل السيارة وبدنا نحكي أكيد خلال حديثنا اليوم معك عن عيد مازدا 50. مازدا لبنان بتحتفل بالعيد 50. لا لوكجري واضحة بداخل المازدا سي اكس 9. مجرد ما نفتح الباب اول شيء ريحة الجلد فايحة بالسيارة، بطلع بالسيارة بنقعد فيها قاعدة مريحة جدا، الفخامة ظاهرة وين ما كان على البورد حتى الى جانب السايق والباسنجرز. توني بدك تخبرنا ديتيلز اكثر. انت قلت شغلي جورج، لما نطلع على السياره نحن بالمازدا بيركزوا لما الشخص يطلع على السياره قد ايه بتكون طلعه الشخص هيني، وخاصه هيدي السياره مع مصممه لتكون العائله عم تسوقها، ست عم تسوقها بتطلع مرتاحه صح. هيك بتكون الاكسي عليها كثير مهم. بنفس الوقت لما تقعد بالسياره المقاعد عم تكون عم تلقط لك جسمك بطريقه كثير مهمه وعم تخليك تحس بالرياحه، كل المقاعد عم بيكون فيهم فوم لحتى يكونوا عم يمتصوا الستريس فايبريشن تبع الطريق ويمتصوا ستريس، وهيدي بتخليك تكون مرتاح اكثر بالقياده. بترجع للقياده لما تكون عم تسوق السياره، كل انظمه الحمايه موجوده فيها، دايناميك ستابيليتي كنترول للتراكشن كنترول سيستم، للرول ستابيليتي كنترول، حتى جي فاكتور اللي هو موجود بهالسياره جديد على كل طرازات المازدا لحتى يكون عم بيوزع الوزن تبع جسم الاجسام اللي بقلب السياره لحتى ما يكونوا عم يتمايلوا شمال يمين هن على المنعطفات، وهيدا اكيد بتخفف كثير ستريس. قبل ما نحكي بالمواصفات اللي موجوده فيها من ديول زون كلايمت كنترول، عم نحكي بالايرباج اللي هن على كل المقصوره، بنفس الوقت عم نحكي ببوز سيستم لحتى تكون عم تسمع ميوزيك انت وسايق، تاتش سكرين لحتى تقدر تكون عم تتبع على القياده، هيد اب ديسبلاي لحتى تكون مركز كمان اكثر. فينا كثير نحكي من هلا لبكره على هالسياره، فيها كثير زوايد
القاسم المشترك الوحيد هو الرياحة اللي موجودة صح. والانترتينمنت اللي عم يكون لما تكون انت بالتراجيل اللي انت عم تسوقه. بكل حال سيارة اكثر من رائعة بشكلها من برا بالداخل ايضا كان معنا فتحة بالسقف وواسعة كثير من الداخل بدنا بس نركز انه عنا هون السنتر كونسول ليفتد اب عم يكون لحتى تحس انت وعم بتسوق ايدك على الستيرنج ويل بنفس الوقت قد ايه عم يكون الاكسس على على الفيتاس هون كثير سريعة مع سبورتس مود الكترونيك باركينج بريك نافيجيشن سيستم والجويستيك اللي متحكم فيها بالسكرين التاتش سكرين موجود على top of the panel تبع السيارة. هلأ مشاهدينا من انتبه حديثنا نحكي أكثر performance المازدا CX-9. تابعي حديثنا على المازدا CX-9 نحكي performance. اليوم عنا محرك 4 سيلندر نرأز أول شيء بس اسمع أنه هيك سيارة بيك حجم 4 سيلندر بس طوني عم نحكي من سيستم توربو طبيعي عم نحكي 2.5 لتر توربو اكيد لما تسمع 4 سلندر اكيد رح تنقص بحجم السياره بس نحن التست درايف عم بخليك ترجع توثق بالسياره طبعاً. بالانجن اللي هو عم نحكي ب 250 هورس باور عم نحكي ب 420 نيوتن متر التورك اهم من الهورس باور بالسياره من النوع انت طالع مع عائلتك على جبل عم تقطع عن كاميو عم تقطع عن شيء مثلا بتكون خيفان السياره ما تلبي هون ما عندك خوف فيك تكون سايق مرتاح واسع انه هالسياره قادره تخلصك بجميع الظروف. عندنا تورك مثل عم تقول ممتاز عالي جدا كمان قوه احصنه 250 حصان مش مسحه ابدا على هالسياره وعم نشوف كمان سريعا قبل ما ننتقل للديل رقم الواتساب باسفل الشاشه اللي بخولنا اليوم ناخذ فول سبيكس اكيد عن السياره ونعرف كمان اهم شيء قد ايه الدفعه الاولى للسياره وقد ايه بيطلع قسطنا الشهري على تقسيط. اكيد جورج رقم كثير مهم هذا هلا صار ماشي عنا اونلاين عم يكون فيك تحط على هالرقم مسج مازدا CX-9 بيقدر يوصل لك دغري قد ايه السيميليشن تبع البنك على دفعه اولى 30% بيوصل لك سبيكس تبع السياره بتفوت على كل شيء بلاتفورم مازدا سوشيال ميديا ويب سايت عم بتفوت على wheelers.me تعمل كومباريجن عن كل على كل الدفعات البنوكي وعلى كل شيء بنفس الوقت بتكون عم تطلب دور تو دور تست درايف فينا نبعث لك سياره على البيت على المكتب وين ما انت موجود لحتى تقدر تسوقها وهي السياره نحن كفيلين انه دائما رح تكون عملت لك الرياحه المضبوطه لحتى نعم. تجي لعنا على الشركه احلى دي رح تاخذ. توني رح نحكي كثير عن الديل باخر فقره من اوتو فوكس اليوم. بس قبل بدنا نعيد مازدا لبنان بعيدة ال 50 يعني 50 سنه شراكه بين اي ان بي وبين مازدا بدنا مسحه ابدا اكيد نحن هلا هيدي المناسبه جاي لعنا توب مانجمنت عم نحكي اعلى رتبه بال بمازدا لانه نحن عم نفرج شغل هالكم سنه هيدي عم نفرج شغل كثير مهم على صعيد الشرق الاوسط على عم يتمثلوا فينا على صعيد العالم حتى بشغلنا وهيدي الشغله نحن بنفتخر فيها رح يكونوا مشاركين معنا بهالاحتفال رح يكون احتفال كثير مهم ندى كل عم يحضرونا لحتى يكونوا على السوشيال ميديا موجودين لحتى يشوفوا كل شيء عم يكون موجود عم ينبث اونلاين رح يكون بيج ايفنت مزبوط على قد طموحات مازدا وعن بخاطر يعني الاوفرز كمان مستمرين بهالفتره خاصه في عيد يعني عيد ال50 مزبوط هلا اوفراتنا دائما نحن بتتخطى الايفنت لانه اوفراتنا نحن على فتره السنه كلها اوفرات مهمه عم نحكي ب 1.9 انترست عم نحكي بفوائد واطي يعني نحن بهالسياره لما تحكي 1.9 انترست عم تكون فايده كثير واطي قديه عم نوفر تقريبا بين ال 1.9 نعتبره اوطى نسبه فايده اللي هي 4.5 اجمالا عم بتكون عم توفر 5000 دولار اذا نعتمد الفايده 7% عم بيكون التوفير بحدود ال 10,000 دولار معنا كلمة بتم هيدي توفير كل العالم تحب توفر نعم. بدها كل عم يحضرونا اليوم ليجوا وفروا بهالسيارة هيدي وفروا تعب على المازدا على العائلة تبعهم ووفروا بالمصاري اللي عم بحطوها. شكرا توني على وجودك معنا وليك بكرة بحلقة جديدة وطبعا سيارة جديدة دايما على الام تي في بأوتو فوكس. إلى اللقاء مشاهدينا. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.